فريق يقول لك راني قادر، غير المدرب شارلاطو والمدرب اللي يحب يبيع الاوهام للناس يقول لك الكاس راك تعرفها كاس. شكون فرق صغار خرجت فرق كبار، راكم تشوفوا كيف صار البطولات. اذا رايح نتسبق الاحداث ماشي مليحه لا ليا ولا للسمعه ديالي، باش واش راح نقول. لكن باش حظوظ الناس كل وفره، رانا جزنا 16 وجزنا 8 واليوم نمشي للربع، بعد الربع يجي النص ما يبقى والو. كل شيء ممكن، راه كل شيء ممكن. الناس كل طامعه وحنا طموحاتنا طامعين، عندنا فريقنا طالع جديد مازال نافح، الجمهور ديالنا حب حاجه. الله يسخر، اذا سخر سينو باش نكونوا بالمجهود نمدوا لي زيفور اللي كاين وربي يسهل. عجبت لان ما كنتش نستنى يجوا بالكميه هذيك اولا، اثنين كانوا رياضيين وهذا الشيء اللي اثلج صدري، يعني كانوا سبورتيف الى حد كبير. كانت عرس. انا نتمنى كل مباراه يكون العرس، كالكسو واش راح يكون النتيجه، كل مباراه يكون العرس باش الانسان يجي من العمل بعد الاسبوع ديالو تاع العمل يجي يشوف سبيكتاكل كما داروه المناصرين ديالنا وديال فاس في المباراه. هي سمعة المغرب، راه سمعة المغرب اللي كيشوفوا الناس في التلفزه الاجنبيه يشوفوا هذاك واش كاين في المغرب، راهي حاجه مهمه جدا للكره ديالنا والفوتبول الماروكي.